بس ده باريس سان جيرمان. انا البايرن بقى بالنسبه لي هو اللي حاله. البايرن من ساعه ما وعيد على الكوره حالته مش حلوه، حالته حلوه، حالته متوسطه، عنده لعيبه ما عندوش لعيبه، مدرب جيد مدرب مش جيد، دايما بايرن في دوري ابطال اوروبا في الاقويه جدا. بايرن هو نقيض باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان وهو بيبني المشروع بتاعه ما اقتداش بفريق عنده هويه، عنده هيكل اداري لاداره النادي، من اول رئيس النادي للمدير التنفيذي المدير الرياضي لحد الجهاز الفني واختيارات اللعيبه. بايرن ميونخ من وجهه نظري هو افضل اداره، مش معتمد على اشخاص، هو افضل هيكل اداري لاداره الانديه الاوروبيه على مدار التاريخ. صح. باستثناء طبعا احنا بنتكلم فلورنتينو بيريز ده حاله خاصه، بنتكلم رومان ابراموفيتش ده حاله خاصه. بايرن ميونخ عنده هويه، عنده هويه باديه من المدير التنفيذي للنادي، لازم يبقى من ابناء النادي، مدير الفني اللي بيتم اختياره، والسياسه بتاعتهم التعاقديه، وده بان جدا لما كريستيانو رونالدو كان متاح في وقت من الاوقات. مزبوط. لانه مش ماشي مع الهويه بتاعه بايرن ميونخ، فكره ان انا يبقى عندي نجم ميجا ستار كل الاضواء على النجم ده، فبالتالي رفض بايرن ميونخ ان هو يمشي في السكه دي. بايرن ميونخ عنده قائمه كامله جدا على عكس باريس سان جيرمان اللي قائمته كان فيها نواقص كتير قوي. يعني ايه انا بستثمر من اول ما بدات الاستثمار بتاعي في باريس سان جيرمان في اسامي لامعه جدا في خط هجوم واحد بس، يعني احنا بنتكلم على ابراموفيتش، بنتكلم على كافاني، بنتكلم بقى بعد كده طبعا الثلاثي نيمار ميسي امبابي، بس في نفس الوقت لما تيجي تبص على باريس سان جيرمان وقائمه باريس سان جيرمان عندهمش نص ملعب، دفاعهم فيه نواقص كبيره جدا، ما عندهمش بديل للثلاثي دول اصلا. بالظبط يعني. فاللي بنتكلم عليه يا كريم، حتى كمان المدير الرياضي كامبوس، كامبوس ده كان قائد ثوره بتاعه موناكو، قائد ثوره ليها دعوه بالاستثمار في اللعيبه وبيعهم بسعر اعلى. ده العكس بقى في باريس سان جيرمان، انا اصلا بشتري لعيبه جاهزه، فانا جايب كامبوس ليه؟ عشان يكمل معايا المشروع ده. صح. فطبعا بايرن ميونخ حاله تدرس في الاداره الكرويه على مدار التاريخ وعلى مستوى اوروبا، فرقه عندها قوام من اللعيبه، قوام كبير جدا، لعيبه عندها خبره، لعيبه شباب، لعيبه متوسطه السن، عندها القدره ان هي تدي اضافه في الملعب. شفنا النهارده كيميتش جوريتسكا في نص الملعب، شفنا الثلاثي الهجومي حتى بشوبو موتينج بس ظاهرين بشكل اكمل بكتير قوي من باريس سان جيرمان.